ايه الاخبار؟ سؤال فول حشتكو عايش. كان في شويه مشاغل كده في الكام الاسبوع اللي فاتوا دول، فما قدرتش اعمل اي نوع من الفيديوهات او الفلوجز. النهارده هاخدكم في جوله كده لمكان اسمه بيبيع اجهزه كمبيوتر ولابتوبز والكلام ده، فنشوف الاسعار هناك عامله ازاي، اسعار بريطانيا اسعار انجلترا نفسها مقارنه بالاسعار اللي في بلدكم، وتشوفوا الاسعار والانواع والموديلات والكلام ده، وبعد كده هنبدا الفلوج من هناك. انا جيت النهارده للمكان دوت، في طبعا كل الكمبيوترات اللي ورايا دي زي ما انتم شايفينها، واشتريت لابتوب ابل 2017 لابتوب، اشتريته في كيسه في كيسه. ده هو اللابتوب اللي انا اشتريته، هو ده اشتريته ب 350 جنيه استرليني، بس هو مش وحش يعني، شغال. في فاينل كات برو ماكس ده عشان تشتريه من ابل، من ابل ستور بيكلفك حوالي 300، انت فاهمين؟ ف صباح الفل. في طريق البيت دلوقتي هشوف اللابتوب شكله عامل ازاي، بس هو هيكون شغال لان هو موديل زي ما قلت لكم 2017. بس اللي خلاني اشتري اللابتوب ده ان هو في بروجرام او برنامج فاينل كات برو ماكس ده عشان اصلا تشتريه من ابل بيكلفك حوالي 300 جنيه استرليني. تعالى نقعد هناك هنا شوية. حشتوك صح؟ بقالي فترة ما عملتش أي فلوجز خالص. المفروض اللي أنا رايح أشوف العربية الجديدة اللي أنا اشتريتها النهاردة، عربية أودي بركولي. تعالوا هنا بقى، بركولي الحمد لله. وكنت مشغول الفترة اللي فاتت دي عشان كان عندي، يعني أقول لكم إيه، الشغل كان ضغط عليا بطريقه وحشه جدا يعني، فما اقدرش ان انا اعمل اي نوع من الفيديوهات خالص، فانا اسف جدا. بس النهارده هنستكشف، نستكشف احنا خلاص استكشفناها في فيديوهات كتيره، بس هحاول انا اخلي الفيديو شيق النهارده. كنت لسه مسلم على جماعه من السعوديه بيدرسوا هنا، بس للاسف ما عملتش معاهم مقابله، كنت المفروض اعمل معاهم مقابله. فتعالوا بقى نشوفوا. عارفين في كل مدينة بيبقى فيها ميدان واسع الناس بتيجي تقعد فيه وبتغني والكلام ده، أنا رايح الميدان ده دلوقتي. وللمرة التانية أنا آسف جدا عشان ما عملتش أي نوع من الفيديوهات خالص وسامحوني. فتعالوا بقى، المكان اللي ماشي فيه ده جنينة خاصة بالكنيسة اللي ورايا دي، الكنيسة دي. ف تعالوا نصوره من جوه. استنى خليكم معايا اسال ونشوف. مش عارف انا مسموح لي ان اصور. Do you think I can record inside? Yeah, at the moment you can. I can. Yeah, there's an exhibition going on. Oh, perfect. Thank you. Is that the entrance? Oh, no, I'll go and call. Oh, thank you, man. طب تمام. احنا ممكن نسجل جوه. تقريبا في حاجات بيعملوها جوه النهارده. ما اعرفش ايه بالظبط، بس انا ممكن اشوف الحاجات دي. هلو هنشوف ايه اللي بيحصل. اضحك عشان بصور. مش كنيسة، هي نظام حاجات كده من أيام العصر اللي تفهمين ما كانت بريطانيا قديمة شوية. تعالى أصوركم مكان من جوه عامل إزاي، هيعجبكم. Thank you.
فزي ما قلت لكم الموضوع كان صعب كمان الاسبوع اللي فات، لان بقى ايه، لان البلد البنزين بتاعها خلص، مفيش سواقين اللي هم ينقلوا البنزين من معامل التكرير للبنزينات، فعشان كده مفيش اي حد كان بيجي وينزل بنزين في البنزينات، فتلاقي في طوابير في بص في كل بنزين. هنا في بريطانيا كان في طابور، يعني في يعني ما اقولكش، يعني انا قعدت في يوم، كان يوم الثلاث اللي فات بالظبط، قعدت بتاع حوالي اقولك ايه 3 ساعات في الطابور عشان بس املى تانك بنزين، تخيل انت بقى. فقلت رحت منزل كده على السريع على الفيسبوك، اي حد معاه رخصه سواقه لوري يقدم ممكن يتقبل في الكلام ده. فده اللي حصل. غير كده كنت مشغول في الشغل، فتعالوا بقى نكملوا الاستكشاف بتاعنا. انا بقالي بالظبط سنه على السوشيال ميديا دلوقتي معاكم، سنه على اليوتيوب، وسنه وشهرين بالظبط على الفيسبوك. الحمد لله بقى لنا نكبر بيكو يا جدعان، برضو عشان انتوا من غيركم مش هكبر. المهم تعالوا وانا ماشي كده اوريكم، لو انتوا جيتوا مثلا بريطانيا هنا المحلات دي محلات ايه، لان انا لما جيت هنا ما كنتش عارف بالظبط المحلات دي بتاعت ايه. كان اكتر المحلات هنا، طبعا احنا اغلبيتنا كبرنا وكان في ناس مثلا بتشتري حاجه بتبقى معروضه بره في الشارع والكلام ده. هنا المحلات في بريطانيا اغلبيتها جوه، لان الجو هنا برد، ما تلاقيش حد مثلا فارش في الشارع الا في مدن محدده. يعني مثلا رحت مانشستر شارع العرب هتلاقي في ناس فارشين في الشوارع بره، بس عشان الجو برده وحش تلاقي اغلب الناس مش كده. يعني اما الناس اللي ورايا دي، ده محل اكل، بس محل اكل هو غالي شويه، انت فاهم؟ عشان تروح هناك لازم تكون عامل حسابك اللي انت اصلا هتصرف مصاريف جامده. تعالوا اوريكم على قريب محلات اللي ورايا ده، كان اسمه ديبنمز، ده قفل. انا قلته في كام فيديو كان من كام فتره كده. في بقى ستاربكس وفي توب شوب وفي حاجات كتير هنا. يعني التوب شوب اللي انا داخل عليه دوت، ده محل كويس وكل حاجه هناك، بس في نفس الوقت مش محل مشهور زي مين، برايمارك ده محل رخيص على فكره جدا. المول اللي انا داخل عليه ده شايفين مبنى ضخم، ده محل واحد بس ده. فالمول اللي انا داخل عليه دوت، ده مول في كل المحلات موجوده جوه. كيدز فزي ما قلت لكم دي كلها المحلات الموجوده. هوملس بيبل ده برضو محل ملابس، طلبه من الهند تقريبا. زي ما انتم لاحظين لابس جاكيت، الشتا داخل علينا بقى وهتبقى برد ومدعكه. انا اصلا ما بحبش الكلام ده. بص يا جدعان، المقابر دي هي مش مقابر على فكره، هي مقابر من ايام ما كان في الحرب العالميه الاولى، ومن 1900 وانت طالع كده. فعشان كده الناس اللي محتفظين بيها كنوع من انواع ال يعني اثار، تفهمين؟ المول بقى اللي انا داخل عليه ده اللي ورايا ده بالظبط، ده مول بيبقى متنوع من كل حاجه من جوه. يعني على سبيل المثال في محلات جزم، محلات ملابس والكلام ده. بس انا اوريكم بين بعيد شويه.